سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء. إنها الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من المستقبل. وفي العناوين: قمة لبنانية سعودية في الرياض، وخادم الحرمين يؤكد أمام الرئيس عون على عودة السياح العرب إلى لبنان. الرئيس الحريري أمام زواره: سنلمس انفتاحا كبيرا في العلاقات مع المملكة، والتزامنا الأكبر هو الوصول إلى قانون جديد للانتخاب. آلة القتل الأسدية تواصل تدمير قرى وادي بردة لليوم 19 على التوالي. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد: عملاق البحث على الإنترنت ياهو لم يعد ياهو. وفي الرياضة: صيدا تطلق العد العكسي لأول ماراثون دولي من نوعه في الجنوب. أهلا بكم. توج رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون زيارته إلى المملكة العربية السعودية بلقاء قمة عقده مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وبعد فترة انقطاع نتجت عن التعطيل الذي عانى منه البلد، شكل لقاء القمة مناسبة لبحث كافة المواضيع المحلية والإقليمية. وقد برزت الأجواء الإيجابية التي تلت الاجتماع، خصوصا لناحية التأكيد السعودي على عودة السياح العرب إلى لبنان. وعن نتائج اللقاء وما سبقه من لقاءات للوفد اللبناني تحدثنا مباشرة من الرياض الزميلة شهير إدريس. شهير، أهلا بك. ماذا عن أجواء اللقاء؟ فعلا هذا اللقاء الذي جمع اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كانت نتائجه إيجابية جدا على لبنان وأيضا على المملكة العربية السعودية، إذ أكد خادم الحرمين الشريفين على أن الثقة برئيس الجمهورية ميشيل عون كبيرة وأنه سيقود لبنان إلى بر الأمان والاستقرار، وأكد أن لا بديل عن لبنان وأن السعودية ترغب أيضا في المحافظة على العلاقات التاريخية مع لبنان وتطويرها. ولفت الملك سلمان إلى أن المملكة لا تتدخل في شؤون لبنان وتترك للبنانيين أن يقرروا شؤونهم بأنفسهم، وأنه أوعز إلى المسؤولين السعوديين درس المواضيع التي أثارها الرئيس عون اقتصاديا وأمنيا وعسكريا وسياحيا وتبادل الزيارات مع نظرائهم اللبنانيين وكذلك المواطنين السعوديين الذين يكنون محبة خاصة للبنان. كما أكد الرئيس عون على أن ما جمع بين اللبنانيين والسعوديين من علاقات تاريخية سيستمر، وأن الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة هي للتأكيد على هذا الأمر، وعرض ما تحقق على صعيد تعزيز التوافق الوطني بعد الانتخابات الرئاسية والاستقرار السياسي والعمل على معالجة كل النقاط التي تحقق مصلحة اللبنانيين. إذن هذه المواقف جاءت خلال اللقاء الرسمي والخلوة التي جمعت الرئيس عون والعاهل السعودي. كما كان هناك اجتماع موسع بحسب المعلومات لتلفزيون المستقبل، لم يتحدث خلال له الرئيس عون لكنه كان مستمعا إلى ما جاء على لسان العاهل السعودي أمام الوزراء، وأنه طبعا كان الاجتماع كله إشادة ومحبة للبنان وحرص على الاستقرار الأمني ودعم للمسيرة السياسية والحفاظ عليها، وأن هناك استعداد سعودي لعودة السياح العرب والرعاية إلى لبنان. كما أن يعني المملكة ترحب بالمحافظة على العلاقات التاريخية بين البلدين بحسب مصادر المجتمعين الذين كانوا على طبعا طاولة البحث إلى جانب رئيس الجمهورية. وبالنسبة للموضوع العسكري والأمني الذي أعطى توجيهاته الملك السعودي بخصوصه، هو بخصوص الهبة السعودية، وطلب من المعاونين والمسؤولين السعوديين التواصل مع الوزراء اللبنانيين من أجل وضع كل الطلبات فيما يتعلق في هذا الأمر. لكن أيضا كان هناك اجتماع حصل ليل أمس بين وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق والوزير وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان، الذي كان قد زار لبنان قبل مدة كموفد من الملك سلمان. وهذا اللقاء جمع عدد من الوزراء، هم علي حسن خليل والوزير جبران باسيل والوزير مروان حميدي، دام قرابة الساعتين. وكذلك عاد وشمع في اجتماع خاص مع الوزير المشنوق أيضا لمدة
ساعتين. كان هناك طبعا طلبات فيما يتعلق بالهبة، هبة المليار للأجهزة الأمنية التي صرف منها 200 مليون دولار على يعني الأمن العام، وكذلك 174 مليون دولار على باقي الأجهزة. كانت هناك مطالبات بإعادة تفعيل هذه الهبة واستكمال المساعدات للأجهزة الأمنية للبنان. ونلفت أيضا إلى أنه على الصعيد اللبناني وعلى صعيد قانون الانتخاب، كانت الزيارة إلى المملكة مناسبة للقاء حصل صباح هذا اليوم بين الوزير المشنوق وأيضا عدد من الوزراء، لا سيما الوزير علي حسن خليل، الوزير جبران باسيل، وأيضا الوزير ملحم رياشي الذي انضم بعد وقت إلى هذا الاجتماع. وأيضا حصل بحث في موضوع قانون الانتخابات والقوانين المطروحة على بساط البحث. كان هناك يعني تأكيد على أن الموضوع المختلط أو القانون المختلط قد يكون له الأرجحية، لكن الوزير مروان حميدي الذي دخل يعني بعض الوقت وخرج قال أنهم يعني لا يرى، بحسب مواقف الوزير جنبلاط، لا يرى أن بعض القوانين المطروحة هي مناسبة. وكان أكد لتلفزيون المستقبل أن الانتخابات ستجري في مواعيدها في 21 أيار، وقد يكون يعني قانون 60 هو المرجح في حال لم يتم التوافق على أي قانون آخر. إذن نستمع أيضا أو نتابع في هذا التقرير المفصل حول المحادثات التي جرت أيضا بين الرئيس عون وعدد من الوزراء الذين السعوديين، وكذلك الوزراء مع نظرائهم السعوديين خلال هذا النهار الطويل في المملكة العربية السعودية. في مقر إقامته في الرياض، التقى رئيس الجمهورية ميشيل عون وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل بن زيد الطريفي، وتم خلال اللقاء عرض الآفاق الإعلامية وسبل التعاون في هذا المجال. كما استقبل الرئيس عون وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي. وهناك توجيهات خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التواصل ومعرفة الفرص المتاحة الآن وكيف يمكن أن تسخر هذه الفرص ضمن رؤية 2030. فهناك صناعة الخدمات الواعدة كثير في المملكة، وتطوير المملكة كمركز لوجستي، والاستفادة من الخبرات في لبنان. ما في شك سيكون هناك شراكة نوعية، وأنا إن شاء الله سوف وعدت فخامة الرئيس أنه سيكون هناك تنسيق لتحديد هذه الفرص الاستثمارية التي إن شاء الله يعني خطط تنفيذية واضحة لنقدمها إن شاء الله للمستثمرين بإذن الله. وكان الوزراء من أعضاء الوفد المرافق لرئيس الجمهورية قد عقدوا سلسلة لقاءات مع نظرائهم السعوديين، استهلها وزير التربية مروان حميدي بلقاء وزير التعليم السعودي أحمد العيسى. تطرقنا إلى مواضيع هي في غاية الأهمية والتي تندرج من رؤية مشتركة لتحول 2030، هذا التحول الذي أطلقته المملكة العربية السعودية والذي يوازيه في لبنان أيضا نظرة إلى ما يواجه شباب هذه الأمة العربية. طبعا لا شك أنه مجال التربية والتعليم يعتبر خط دفاع أساسي في مواجهة فكر التطرف والإرهاب، وهناك جهود كبيرة في المملكة العربية السعودية لتوعية الشباب وتوعية الطلاب والطالبات بخطورة الانجراف في فكر التطرف. كما التقى وزير المال علي حسن خليل نظيره السعودي محمد الجدعان. تباحثنا في الشأن الاقتصادي والمالي ومجالات تطوير العلاقة، وإن شاء الله بيكون في أخبار جميلة بإذن الله في المستقبل. بالنسبة لموضوع الازدواج الضريبي، هل سيتم إلغائه؟ هل هناك يعني أي خبر عن هذا؟ أنا تكلمت مع معالي الوزير اليوم لمحاولة التسريع في إنهاء الاتفاقية. إن شاء الله خلال الأشهر القادمة ينتهي التفاوض ونوقع الاتفاقية. فرصة مهمة كثير لنا لتبادل الاهتمامات المشتركة، لا سيما منها ما يتعلق باتفاقية منع الازدواج الضريبي والقضايا اللي بتهم البلدين. اللي شعرته هو اهتمام واستعداد سعودي كبير لدعم لبنان كما كان خلال كل المراحل الماضية. وزير الإعلام محمد رياشي التقى وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي. هناك فرص كثيرة جدا لتعزيز هذه العلاقات، وفقط من مجرد الاجتماع خلال
قبل قليل وجدنا أنه فرص التي لم تتح لنا خلال العقد الماضي ما زالت حاضرة، ونحن سائرون إن شاء الله بشكل حثيث للانتهاء منها. اللقاء مع معالي الوزير كان مجال لبحث كل الظروف العالقة سابقا بين المملكة وبين لبنان، والتي تتجه إلى حل جذري وإلى إعادة الربط كما هو والوصل كما يجب أن يكون بين بلدين شقيقين. إلى ذلك التقى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي. بحثنا كمان بمواضيع عالقة بين المملكة ولبنان بموضوع التجارة والصناعة، وأبدى معالي الوزير تجاوبه وحكينا تقريبا بكل المواضيع، وكل المواضيع العالقة انحلت. يعني هذا كمان شيء إيجابي بجلسة كتير قصيرة. مثل شو العلاقة معي؟ يعني في أمور إلى علاقة بصادرات من لبنان على المملكة، واللي هي عم تخضع لجمرك ما لازم تخضع، ما حليناهم هودي الأمور. الخوري أشار إلى أنه تم الاتفاق أيضا على إنشاء لجنة مشتركة بين وزارتي الاقتصاد في البلدين لمتابعة الأمور التي تم التطرق إليها. في السرايا الحكومي استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عون الكعكي، وجرى خلال اللقاء حوار بين الرئيس الحريري والحضور تناول مختلف القضايا المطروحة على الساحتين اللبنانية والإقليمية. الوفد هنأ الرئيس الحريري بالأعياد وبتشكيل الحكومة الجديدة، منوهين بالقرار الجريء والتاريخي الذي اتخذ لإنقاذ لبنان من الفراغ الرئاسي، مما أدى لوصول رئيس جديد للجمهورية صنع في لبنان. الرئيس الحريري أكد خلال اللقاء على أن اللبنانيين سيلمسون انفتاحا كبيرا في العلاقات وعودة السياحة والاستثمارات السعودية للبنان، وكل ما يساهم في النهوض الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة. تحدث دولته منوها بكلام فخامة الرئيس ميشيل عون بالأمس إلى القناة الإخبارية السعودية، وقال أنه على تفاهم كامل مع فخامة الرئيس على كل الأدوار انطلاقا من أمرين: الأول ممنوع الانقسام السياسي وممنوع العودة إلى المرحلة السابقة، والثانية أن أي شيء يهم المواطن يجب تسريع وتسهيل إنجازه عبر الحكومة، وهذا واجبنا. لاحظ دولته أن هذا التعاون يبديه أيضا دولة الرئيس نبيه بري رئيس المجلس النيابي وكل القوى السياسية الممثلة بالحكومة. وقال دولته: ستلمسون أن البلد ماضي نحو التقدم، ولا خلاف على أي أمر يتعلق بالمصلحة الوطنية ومصالح المواطنين. وعن زيارة الرئيس ميشيل عون إلى السعودية قال دولته: الأساس هو اللقاء بين خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس، وستلمسون انفتاحا كبيرا في العلاقات وعودة السياحة والاستثمارات السعودية إلى لبنان، وكل ما يساهم في النهوض الاقتصادي الذي تعمل عليه حكومتنا. وتحدث الرئيس الحريري عن قانون الانتخاب، وقال: هناك اقتراحات عديدة، لكننا نعمل على التوافق على مشروع قانون واحد لنرسله إلى المجلس النيابي. نحن ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، لكن التزامنا الأكبر هو الوصول إلى قانون جديد للانتخابات. وأضاف أن مراعاة النسبية تحظى بدعم الكثير من القوى السياسية، أما أنا شخصيا فأضيف إليها التزامي بالكوتا النسائية، لأنه يجب تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية العامة. وسئل عن موقف النائب وليد جملاط بخصوص قانون الانتخاب الجديد فأجاب: وليد بيك عنده هاجس أساسي، وهو جزء من المكون الوطني ويمثل الدروز، وهدفنا من التوافق أن نريح جميع الطوائف لا أن نثير هواجسها. بل وليد بيك لديه وجهة نظر وهو منفتح على الحوار، وأنا معه في هذا الأمر. وكان الرئيس الحريري قد اعتبر أمام وفد بيروتي زاره مساء أمس أن زيارة رئيس الجمهورية ميشيل عون تشكل خطوة مهمة في المسار العربي الصحيح لإعادة علاقات لبنان مع المملكة ودول الخليج إلى سابق عهدها.
بالحوار والتفاهم أنهينا الانقسام وانطلقت مسيرة الدولة من جديد. الكلام لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال استقبال وفد اتحاد العائلات البيروتية برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور فوزي زيدان. الرئيس الحريري الذي تحدث عن اللقاءات التي يجريها لتحريك الوضع الاقتصادي تطرق إلى زيارة رئيس الجمهورية ميشيل عون للمملكة العربية السعودية، مشددا على أنها خطوة مهمة في المسار العربي الصحيح لإعادة علاقات لبنان مع المملكة ودول الخليج إلى سابق عهدها. الرئيس الحريري أشار إلى أنه في صدد البحث مع الأطراف السياسية كافة لوضع قانون انتخابات جديد، مؤكدا إصراره على أن تكون هنالك كوتا معينة لتمثيل المرأة. وفيما يتعلق بمطالب اتحاد العائلات البيروتية، وعد الرئيس الحريري بتمثيل الكفاءات البيروتية في الوظائف بالإدارات العامة على غرار ما تم في وزارة الاتصالات، مشيرا إلى أن بلدية بيروت باشرت القيام بمشاريع من شأنها أن تحل كل المشكلات التي تعاني منها العاصمة تمهيدا لإقرارها في مجلس الوزراء. وقال الحريري: سوف أتابع هذه المشاريع الحيوية شخصيا. وبعد اللقاء تحدث زيدان واصفا الاجتماع برئيس مجلس الوزراء بالمثمر. أما بخصوص التعيينات المرتقبة فأنه سيكون للبيرتي نصيب وافر فيها، ومن السرايا الكبيرة نؤكد على تأييدنا لدولته ولنهجه الوطني وعلى دعمنا لحكومته التي نضع عليها آمالا كبيرة في انتشال لبنان من أزماته السياسية والاجتماعية وتفعيل الدورة الاقتصادية وإعادة بيروت إلى سابق عهدها ومجدها وازدهارها كما كانت في عهد شهيدنا الكبير الرئيس رفيق الحريري. الرئيس الحريري كان قد استقبل وفدا نيابيا فرنسيا برئاسة النائب تييري مارياني في حضور النائب عاطف مجدلاني، وكان عرض لآخر التطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية. كما التقى الرئيس الحريري السفير البريطاني في لبنان هيوغو تشورتر الذي أكد ترحيب بلاده بمباشرة الحكومة اللبنانية إقرار بنود اقتصادية أساسية. The United Kingdom looks forward to continuing our work with Lebanon and with Prime Minister Hariri. المملكة المتحدة تتطلع إلى الاستمرار في عملها مع الرئيس الحريري والحكومة اللبنانية لمواجهة التحديات. نتطلع إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وأن تكون أكثر شفافية وحداثة لتقوية الديمقراطية في لبنان. بريطانيا فخورة بشراكتها مع لبنان وستستمر في دعم الأمن والازدهار والاستقرار في البلد. قال النائب محمد الحجار إن الرئيس ميشيل عون يحاول خلال زيارته إلى المملكة تصحيح الخلل بعدما حاول حلفاء إيران في لبنان انتزاعه من محيطه العربي، معربا في حديث لبرنامج كلام بيروت عن رفضه لأي قانون انتخابي لا يرضى به النائب وليد جملاط. هذا الواقع اللي عم نشوفه اليوم عم نشوف انه في اذا بدك في عمل عم تعمله هذه الحكومه وهذا العهد بلش على يعني عم يبذل مجهودين اذا جاز التعبير. المجهود الاول هو السعي الى استعاده العلاقات الطبيعيه مع محيطنا العربي، مع عمقنا العربي، وهذا اللي عم يطلقه اليوم او امبارحه الرئيس فخامه الرئيس ميشيل عون. عمل الحكومة أطلقت مسار استعادة الدفء أو عودة الدفء إلى العلاقات اللبنانية مع الأشقاء العرب. حسنا فعل الرئيس ميشيل عون لما حدد مسار صحيح في عودة في استعادة هذه العلاقات إذا اتفقنا على قانون انتخابي. واجا القانون قال انه انا بدي اعمل الانتخابات بالتاريخ كذا، خلاص تحدد القانون. اي قانون يراد منه ضرب الحزب التقدم الاشتراكي او ضرب الطائفه الاستاذ وليد جملاط تحديدا، هذا امر لن نرضى به. بمعنى انه نحن كل ما هو في مصلحة مشتركة فيما بيننا كتيار مستقبل وكحزب تقدم اشتراكي انطلاقا من هذا التحالف المبدئي والأساسي والعضوي والمستمر إلى ما شاء الله، بدنا نحن نحافظ على بعضنا البعض. تيار المستقبل هو ملتزم بهذا التحالف بينه وبين الحزب التقدم الاشتراكي مع الزعيم الاستاذ وليد جملاط. نعم. هذا الامر ما في عوده عنه. في مصالح مشتركه نعمل لما فيه المصلحه المشتركه وطبعا المصلحه الوطنيه العامه بالنهايه.
في تغريدة له عبر تويتر قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: لن نقبل بأي قانون انتخابي جديد لا يرضى به الحزب التقدمي الاشتراكي. في المقابل رد الوزير السابق وئام وهاب على جعجع عبر تويتر سائلا: هل نفهم من كلام جعجع أنه يريد اختصار الدروز بجملات؟ ولماذا يؤيد السياسة الإلغائية التي كان أول من عانى منها؟ وكان النائب جملاط قد جدد اعتراضه على بعض قوانين الانتخاب التي يتم التداول بها، وقال لصحيفة الجمهورية: كفى مزايدات ومشاورات جانبية، كل يفصل على طريقته ويفتش عن مصلحته وعما يناسبه، وكأنهم وحدهم موجودون، وكأن لا وجود لمكون أساسي في لبنان هو طائفة الموحدين الدروز. لجنة الإعلام والاتصالات تجتمع للمرة الأولى مع الوزير جمال الجراح وتؤكد على مواصلة العمل على معرفة الحقيقة في ملف الإنترنت غير الشرعي وضرورة العمل على تحسين قطاع الاتصالات والإنترنت. في اجتماعها الأول مع وزير الاتصالات جمال الجراح الذي أطلع اللجنة على خطة العمل في المرحلة المقبلة، أكدت لجنة الاتصالات برئاسة النائب حسن فضل الله الاستمرار في ملاحقة ملف الانترنت غير الشرعي والتخابر الدولي غير الشرعي حتى النهاية في ظل تحقيق خطوات إيجابية. النيابة العامة التمييزية بلغت الوزارة وبلغتنا أنه هناك استنابات بدأت تنبعث حتى إلى الشركات التي وردت الانترنت الى لبنان، شركات من تركيا او من قبرص التركيه، وممكن ايضا اذا تبين انه في شركات خارجيه كانت عم تساهم بملف التخابر الدولي غير الشرعي، ممكن القضاء اللبناني ان يتابع هذا الموضوع سواء مع الوزاره او مع الجهات المعنيه. من جهه اخرى لفت فضل الله الى ان اللجنه سمعت خلال الاجتماع بوزير الاتصالات كلاما مختلفا عما كان يقال في السابق حول ملف الفايبر الذي كلف الدوله 55 مليون دولار، لجهه ان الفور جي والدي اس ال لا يمكن ان يتطورا اذا لم يستكمل هذا المشروع. بدنا نواكب، اولا في تجهيزات اليوم موجودة بمخازن وزارة الاتصالات قيمتها 6,700,000 دولار إلى 3 سنين موجودة بالمخازن، عم ينقال أنه يمكن ما تعود صالحة وفي مشكل مع الشركة ومدفوع جزء من المال. طيب مع مين الحق؟ مع اللي اشتراها؟ مع اللي ما استخدمها؟ مع مين الحق؟ هذا بده يتجاوب عنه. طيب إذا الإدارات المعنية بوزارة الاتصالات بتتحمل المسؤولية أنه استلمت هذه المعدات وما شغلتها، فهي يقع عليها جزء من المسؤولية وبالتالي لازم تتحمله ماليا. وإذا الشركات مقدمة معدات لا تنطبق عليها المواصفات، أيضا هذه الشركة مفترض أن تتحمل. فضل الله قال: إننا كلنا نعاني من مشاكل الإنترنت ويجب معالجتها ودراسة أسعار الإنترنت والتخابر، كما أنه يجب توسعة السنترالات للخطوط الثابتة. في النشرة بعد الفاصل: عاصفة الطقس تنحسر والجليد يحل مكانها. أهلا بكم من جديد. خلفت العاصفة الثلجية طبقات من الجليد تسببت بقطع عدد من الطرقات الجبلية، كما أغلقت معظم المدارس الرسمية والخاصة أبوابها في المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر التزاما بقرار وزير التربية. انحسرت العاصفة الثلجية رند في لبنان مخلفة وراءها طبقات من الجليد، وقد تدنى درجة الحرارة في بعلبك إلى 3 درجات تحت الصفر، ما أعاق حركة السير اعتبارا من منتصف ليل أمس، في حين أقفلت المدارس الرسمية والخاصة الواقعة على ارتفاع 700 متر وما فوق أبوابها التزاما بقرار وزير التربية مروان حميدي. العاصفة الثلجية لفت كرة وبلدات راشية والبقاع الغربي، وقد بلغت سماكة الثلوج نحو 25 سنتيمتر على ارتفاع 1200 متر. أما في الضني فقد تسبب تكون الجليد بقطع الطرق الجبلية وسط تدن في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بفعل موجة الساقية التي خلفتها العاصفة. أما المناطق الجردية في عكار فلا تزال تحت تأثير العاصفة، حيث استمر تساقط الثلوج بشكل متفرق في القموعة والشنبوك وبعض قرى جبل أكروم، فأقفلت المدارس في بلدات فنايدك ومشمش وعكار العتيقة وأكروم ووادي خالد والجومة والدريب، كما عملت جرافات اتحادات البلديات ووزارة الأشغال على فتح الطرقات بعد تشكل طبقات من الجليد صباحا. تقريبا يعني صباحا كان في جليد قوي، البلديات قامت بدورة، بلدية مشمش، بلدية فنادق، اتحاد البلديات قاموا برش الملح وما أشبه، والجرافات كانت جاهزة صباحا، الطرقات سالكة
بس طبعا شوي بصعوبة. 700 متر ومفا فعلا كان جليد وجليد واسي، هلا صار ذوبان ورجعت الحالة الطبيعية. وتحدث مزارعو البيوت البلاستيكية في وادي الجاموس وقعبرين وقبة شمرة وببنين عن أضرار جراء سرعة الرياح، مطالبين الدولة بالتعويض على خسائرهم، كما ناشد الصيادون في مرفأ العبد الدولة بالتعويض عليهم بعد تضرر أكثر من 200 شبكة صيد بسبب العاصفة. في مجلس النواب اجتماعات لعدد من اللجان بعد تشكيل الحكومة للبحث في عدد من الملفات من بينها ملف النفط. في مجلس النواب اجتمعت لجنة الأشغال والطاقة والمياه برئاسة النائب محمد قباني الذي أكد أن الاتفاق تم على متابعة المواضيع المتعلقة بملف النفط، وقد تم طرح توصية انضمام لبنان إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية أي النفط والغاز، وأن الحكومة ستسارع بالانضمام إليها. اللي أقر هو تلزيم 5 بلوكات. البلوك الأول بالأحرى مش تلزيم، طرح 5 بلوكات. البلوك الأول اللي هو رقم 1 على الحدود اللبنانية السورية القبرصية، يعني الشمال الشرقي. في 3 بلوكات بالجنوب يلي هي 8 و9 و10 يلي نحن يعني عم نأكد فيها حقنا الذي لا نقبل فيه أي نزاع بالنسبة لحدود المنطقة الاقتصادية الخاصة. لح تنطرح الـ5 بلوكات، لكن هذا لا يعني تلزيم الـ5 بلوكات. سيتم اختيار الأفضل من ناحية العروض، الأفضل لمصلحة لبنان. قديش العدد ما نعرف، يمكن يكون 1 يمكن يكون 2، لكن حتما مش راح يكون 5. من جهة أخرى أقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 21 مليون يورو لإنشاء وتجهيز مبنى جديد للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية، كما أقرت اتفاقية مع المجموعة الأوروبية حول الخدمات الجوية. في مخيم عين الحلوي ألقى مجهولون قنبلة يدوية انفجرت في موقف سيارات بالقرب من أحد مكاتب حركة فتح من دون أن تؤدي إلى وقوع إصابات في الأرواح، واقتصرت الأضرار على الماديات. يذكر أن انفجار القنبلة جاء بعد يوم واحد على انتشار القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في الشارع الفوقاني وبعد سلسلة من إلقاء قنابل يدوية في أرجاء المخيم. التقى رئيس كتلة المستقبل النيابية رئيس فؤاد السنيورة السفير البريطاني في لبنان هيوغو تشورتر، وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الأوضاع في لبنان والمنطقة إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. القوات اليمنية تتقدم شمالا باتجاه المقاء. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. قمة لبنانية سعودية في الرياض وخادم الحرمين يؤكد أمام الرئيس عون على عودة السياح العرب إلى لبنان. الرئيس الحريري أمام زواره سنلمس انفتاحا كبيرا في العلاقات مع المملكة، والتزامنا الأكبر هو الوصول إلى قانون جديد للانتخاب. آلة القتل الأسدية تواصل تدمير قرى وادي برده لليوم 19 على التوالي. جددت قوات النظام وعناصر حزب الله قصفها لبلدات وادي بردة غربية دمشق وحاولت التقدم إلى المنطقة من جرود قرية كفار الزيت، في حين تنضم فصائل المعارضة السورية إلى محادثات الخبراء الروس والأتراك في يومها الثاني بأنقرة للتحضير لمفاوضات الإستانة وخروقات النظام والميليشيات الموالية له وسبل التعامل معها. همجية قوات النظام السوري وعناصر حزب الله تواصلت اليوم على قرى وبلدات وادي بردة، حيث تعرضت بلدة بسيمة وعين الفيجة لقصف مدفعي عنيف، في حين تدور اشتباكات عنيفة على أكثر من جبهة في المنطقة. مصادر محلية أفادت بأن قوات النظام وحزب الله حاولت التقدم من جرود قرية كفير الزيت، لكن مقاتلي المعارضة تصدوا لهم ودارت اشتباكات عنيفة. إلى ذلك وصل النظام وحلفائه خرق اتفاق وقف
إطلاق النار في مناطق متفرقة، وشن الطيران الحربي عدة غارات طالت بلدات حماة وحمص وريف دمشق. ونقلت مصادر أن الطيران الحربي التابع لنظام الأسد قصف بالصواريخ مدينة اللطامنة وقرية لحايا بريف حماة الشمالي، كما استهدف قصف صاروخي منطقة السطحيات بالريف الجنوبي عقب عملية على حاجزي الطير والعكيدي. وفي حلب شنت المقاتلات الحربية الروسية غارات جوية مركزة على الأحياء السكنية في بلدة الشيخ علي ومحيط الفوج 46 بريف حلب الغربي، في وقت حاولت قوات النظام والميليشيات الموالية التقدم والسيطرة على قرية خلصة الاستراتيجية المشرفة على بلدة خان طومان، والتي تتحكم أيضا بعدة خطوط إمداد لفصائل المعارضة، إلا أنها جوبهت بمقاومة عنيفة من المعارضة. على الصعيد السياسي، تنضم فصائل المعارضة السورية إلى محادثات الخبراء الروس والأتراك في يومها الثاني بأنقرة للتحضير لمفاوضات أستانا ومراجعة بنود اتفاق وقف إطلاق النار وخروقات النظام والميليشيات الموالية له وسبل التعامل معها. وستطالب المعارضة الجانب الروسي بالضغط على النظام الأسد للعمل على وقف إطلاق النار في وادي بردة وتسهيل حركة المرور منه وإليه. كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس تفاصيل عملية الإنزال التي نفذها الجيش الأمريكي قبل يومين في دير الزور، مؤكدا أن هذه العملية استهدفت قياديين في تنظيم الدولة لم يكشف عن هويتهما. وأضاف أن العملية نجحت ونفذتها فرقة استهداف تابع للجيش الأمريكي من دون تقديم تفاصيل إضافية. وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن العملية تتخللها قتال عنيف في القرب من محطة المياه في قرية الكبر غربية دير الزور، موضحا أن الهدف كان ليس فقط تصفية القياديين وإنما جمع معلومات لعمليات أخرى. أحبط الأمن التركي هجوما انتحاريا كان يستهدف مديرية الأمن في مدينة غازي عنتاب جنوبي البلاد. وقالت مصادر تركية أن منطقة غازي مختار باشا شهدت إطلاق نار كثيف، وأن سيارات الإسعاف شهدت تهرع إلى المنطقة التي يقع فيها مبنى مديرية الأمن ومديرية الهجرة، وهي منطقة أمنية بامتياز. وقالت المصادر إن قوات الأمن قتلت أحد المشتبهين بهم أو بهما اللذين حاولا الدخول إلى أحد المباني هذا، وتشتبه الشرطة بوجود سيارة مفخخة في نفس المكان. في اليمن، ووسط انهيار ملحوظ في صفوف المتمردين، القوات اليمنية تتقدم شمالا باتجاه منطقة الجديدة، حيث تدور معارك عنيفة بمشاركة واسعة من طيران التحالف العربي. سيطرت قوات الجيش والمقاومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي على جبلين استراتيجيين في محافظة تعز أثر معارك مع الانقلابيين، وبذلك باتت القوات الشرعية تشرف على الطريق العام الرابط بين محافظتي تعز والحديدة. وقال المركز الإعلامي التابع للجيش إن قواته والمقاومة سيطرت على جبلي العويد والنوبة الواقعين في مديرية مقبنة بعد هجوم من عنيف على مواقع الحوثيين وقوات المخلوع صالح، بدت في خلالها مجموعات الانقلابيين خسائر فادحة. وفي إطار عملية الرمح الذهبي تتواصل المعارك شرق منطقة ذباب الساحلية. وقالت مصادر يمنية إن القيادي الحوثي عبد الكريم نجم الدين قتل خلال المعارك، كما لقي القيادي الميداني الحوثي ماجد يحيى المداني وعدد من مرافقيه مصرعهم بغارات لمقاتلات التحالف في مديرية لمتون غرب محافظة الجوف. وقال قائد المنطقة العسكرية الرابعة إن قوات الجيش الوطني وبعد نجاحها في تحرير معسكر العمري تواصل التقدم شمالا باتجاه منطقة الجديد، حيث تدور معارك عنيفة بمشاركة طيران التحالف العربي وسط اندحار الميليشيات الانقلابية، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير كامل الساحل الغربي من قبضة الميليشيات الانقلابية. وفي تعليقه على العمليات الجارية قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي إن الحوثيين لن يقبلوا العودة إلى الحوار لاستكمال العملية السياسية في اليمن إلا إذا حدث تغيير ميداني على الأرض. ميدانيا أيضا نفذت القوات السعودية المشتركة عمليات نوعية على الشريط الحدودي بين السعودية واليمن، استهدفت معاقل وتجمعات تابعة للميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح
وقامت القوات السعودية بمهمتها قبالة منطقتي نجران وجزان ومنفذ علب في محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير. وأفادت مصادر بأن القوات السعودية دمرت مركبات وآليات عسكرية تابعة للمتمردين. تمكنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية من تحرير حي السكر بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، في حين أعلنت خلية الإعلام الحربي عن تفجير جسرين في مدينة الموصل من قبل تنظيم داعش، مشيرة إلى أن التنظيم يحاول منع القوات الأمنية من العبور إلى الساحل الأيمن من المدينة. بعدما أكدت القوات العراقية أنها تقترب من السيطرة على أحياء الموصل الشرقية بالكامل بعد بلوغها نهر دجلة ومحيط جامعة المدينة، قال متحدث عسكري أن القوات العراقية شقت طريقها داخل حي فلسطين وحي سومر جنوب شرق الموصل. مصادر عسكرية قالت أن القوات المشتركة اقتحمت حي الحدباء شمال الموصل. جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أعلن من جهته استعادة السيطرة على حي السكر في الجانب الشرقي للموصل، وأكد أن القوات العراقية الخاصة حققت مزيدا من التقدم وطردت المسلحين من حي البلديات في الشرق لتقترب من الالتحام بوحدات قريبة للجيش، وعزز ذلك التقدم السيطرة على عدد من الأحياء القريبة من أطلال موقع نينوى الأشوري الأثري شرقي النهر. هذا وستكون المنطقة المستهدفة المقبلة هي جامعة الموصل التي تعد ذات موقع استراتيجي مهم، والسيطرة عليها ستتيح السيطرة كذلك على الغابات القريبة ومجمع القصور الرئاسية. إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الحربي عن تفجير الجسر الخامس والجسر الحديدي في مدينة الموصل من جهة الساحل الأيمن من قبل تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن التنظيم يحاول منع القوات الأمنية من العبور إلى الساحل الأيمن من المدينة. من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تقليص قدرة داعش الإرهابي على استخدام السيارات المفخخة، وباتوا يرسلون أعدادا أقل لمقاومة تقدم القوات العراقية في الموصل، معتبرة أن هذا أحد المؤشرات على الصعوبات المتزايدة التي يواجهها التنظيم لإبقاء السيطرة على ثاني كبرى مدن العراق. استشهد الشاب محمد الصالحي من مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين شمالية مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم فجر اليوم. وقال شهود عيان وناشطون بالمخيم إن جنود الاحتلال أعدموا الشاب صالحي وحيد أبويه بدم بارد أمام والدته، في حين قال خالد منصور الناشط بالمخيم إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وشنت حملة اعتقالات بداخله. شيع آلاف الإيرانيين جثمان رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الرئيس السابق للجمهورية هاشم رفسنجاني الذي توفي يوم الأحد الماضي إثر أزمة قلبية. وقد أقيمت صلاة الجنازة بإمامة مرشد الثورة علي خامنئي في جامعة طهران قبل أن يتم تشييع رفسنجاني في موكب رسمي بحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات والمواطنين، حيث وري في الثرى بجوار مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني جنوبي العاصمة طهران. في الاقتصاد بعد الفاصل، البرازيل الأولى على صعيد العائد الاستثماري في الأسهم. ونصل إلى الصفحة الاقتصادية مع باسل خطيب. أهلا بكم. أظهر تقرير نشرته بلومبرغ احتلال البرازيل لأفضل الأسواق أداء على صعيد العائد الاستثماري بالأسهم في العام المنصرم بعد أن جاءت جامايكا على رأس القائمة العام الماضي، واختفت الأسواق العربية من القائمة تماما عدا السوق المغربي الذي حل بالمركز الثامن، فيما جاءت كازاخستان بالمركز الثاني وبيرو بالمركز الثالث وروسيا بالمركز الرابع. وربط التقرير بين ارتفاع العائد في تلك الأسواق وتحركات العملة في مواجهة الدولار، ما يجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين. واختفت الأسواق المتقدمة بصورة تامة من اللائحة بالإضافة إلى الأسواق المبتدئة والنامية، فيما مثلت الأسواق الناشئة القائمة بالكامل. أعلنت شركة ياهو أنها تعتزم تغيير اسمها إلى ألتابا عقب إتمام صفقة الاستحواذ على أعمالها الرئيسية من قبل شركة فيرايزن. كما أعلنت الشركة أن رئيستها التنفيذية ماريسا ماير وستة مديرين آخرين يستعدون لمغادرة مجلس إدارة الشركة عند إتمام الصفقة أيضا. وبعد فشل ماير في إتمام عملية التحول بأعمال ياهو التي بدأتها في عام 2012، وافقت الشركة على بيع أعمالها الرئيسية لفيرايزن في صفقة بلغت قيمتها
4 مليار و800 مليون دولار. وقالت ياهو إن قرار بعض أعضاء مجلس الإدارة بالمغادرة عقب إتمام صفقة الاستحواذ ليس نابعا من وجود أي خلافات مع الشركة، وستستحوذ فيرايزن على أعمال ياهو القائمة ضمن الصفقة المقترحة، في حين أن الأعمال المتبقية لياهو التي تتكون من حصتها في عملاق التجارة الإلكترونية الصينية علي بابا وفي شركة ياهو اليابان ستستمر في الوجود كشركة منفصلة. قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر لها وصفتها بالمطلعة أن حكومة دبي ستتلقى تعهدات البنوك للحصول على قروض لتمويل مطار المكتوم الدولي وبناء مركز معرض إكسبو 2020 خلال الأسبوعين المقبلين. وأشارت المصادر إلى أن قيمة قرض توسعة مطار المكتوم الدولي حوالي 3 مليارات دولار، بينما سيحتاج مركز معرض إكسبو 2020 إلى تمويل بنحو 7 مليار دولار. وأوضحت المصادر أن قرض توسعة المطار ينقسم إلى شريحتين، الأولى تقليدية بقيمة 2 مليار دولار والثانية إسلامية بالعملة المحلية بما يعادل 1 مليار دولار أمريكي. وأضافت أن البنوك المشاركة في الصفقة التي يرتبها بنك HSBC يمكنها تقديم تعهدات تمويل لشريحتين، لافتة إلى أن القرض سيكون لأجل 7 سنوات. الطقس الدافئ لم يكن أثره جيدا على أحد أغنى أغنياء العالم، لأن شركته لم تتمكن من بيع ملابس الشتاء، فقد خسر أغنى رجل في اليابان تاداشي ياناي نحو 1 مليار و400 مليون دولار من ثروته مؤخرا بعدما هبطت أسهم شركته المختصة في تجارة الملابس بشكل كبير. ووفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات حول العالم، فقد هبطت أسهم شركة يونيكلو بنسبة 6.7% في 24 ساعة فقط، ليعاني من أسوأ خسارة وسط الأثرياء 500 المتواجدين في قائمة المؤشر. وتسببت خسارة ياناي التي تقدر ثروته حاليا بنحو 17 مليار و700 مليون دولار في هبوطه 6 مراكز ليحتل المرتبة 44 على قائمة أثرياء العالم. وألقت الشركة التي افتتحت أول متاجرها عام 84 في هيروشيما باللوم على الطقس الدافئ غير المعتاد في ديسمبر الماضي في اليابان، مما سبب تراجعا واضحا في مبيعات الملابس الشتوية. هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء. في الرياضة بعد الفاصل، الفيفا تتوج رونالدو أفضل لاعب في العام 2016. ونصل إلى الصفحة الرياضية مع هبة زيدان. مساء الخير، نبدأ أخبارنا مع أخبارنا المحلية، حيث عاصمة الجنوب تطلق بنك عودة صيدا ماراثون لعام 2017. التفاصيل بالتقرير التالي. تحت شعار نرقد للتنمية والسلام، أطلقت عاصمة الجنوب صيدا العدل العكسي لأول ماراثون دولي من نوعه بالجنوب، وهو سباق بنك عودة صيدا ماراثون 2017، ويلي رح تنظمه جمعية ماراثون صيدا الدولي ب 23 نيسان المقبل بنشاطها الأول بعد تأسيسها حديثا، وذلك بالتعاون مع بلدية صيدا ونادي روتر أكت صيدا وبإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة. حفل الإعلان الرسمي أقيم امبارح بقاعة بلدية صيدا بحضور الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري ووزير الشباب والرياضة محمد فناش، ممثل بالمدير العام للوزارة زيد خيامة ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، وفعاليات اقتصادية واجتماعية وشبابية ورياضية. وكان باستقبال المدعوين رئيس جمعية ماراثون صيدا الدولي الدكتور ناصر حمود وأعضاء الهيئة الإدارية. وكانت كلمات بالمناسبة شددت على أهمية هالحدث الرياضي، حيث قال رئيس جمعية ماراثون صيدا الدولي ناصر حمود: ستكون باكورة أنشطة الجمعية سباق ماراثون صيدا الدولي تحت شعار نرقد للسلام والتنمية، لأنه لا تنمية من دون سلام. كلمة روتر أكت صيدا القطة رئيسة النادي جيهان الزعتري، حيث قالت أنه هالماراثون رح يكون داعم أساسي لذوي الاحتياجات الخاصة لتأمين وتحسين طرقات وشوارع تتناسب مع حاجاتهم ومتطلباتهم وبتأمن لهم حقوقهم كمواطنين.
وتحدث رئيس الاتحاد اللبناني للألعاب القوى رولان سعادة حيث شدد على أهمية هالماراثون كونه الأول على صعيد صيدا والجنوب، معتبرا أنه بيفتح آفاق جديدة للرياضة بالمنطقة يلي هي بحاجة لهالأنشطة الرياضية لأنها بتصب بالتنمية. وألقى رئيس بلدية صيدا محمد السعودي كلمة اعتبر فيها أنه حزب الرياضيين هو الأقوى بلبنان، مؤكدا أنه هالمبادرة رح تكون علامة فارقة للمستقبل ليصبح هالماراثون بالمستقبل يستقطب العدائين من خارج لبنان. كلمة وزير الشباب والرياضة محمد فناش ألقاها المدير العام زيد خيامة فبارك لصيدا يلي كانت ورح تبقى حاضنة للرياضة، معتبرا أنه ولادة جمعية ماراثون صيدا الدولي هي سند رياضي وسياحي واجتماعي بامتياز. وتحدثت النائب هي الحريري فرأت أنه الماراثون هو تجسيد لإدارة المجتمع بالوحدة والتكامل، وأنه صيدا بتعتز بانطلاقة هالمسيرة الجديدة من أجل التنمية والسلام. وتحدث الرئيس فؤاد السنيورة فقال للتأكيد على أهمية المشاركة الواسعة من كل المناطق اللبنانية، وذلك لأنه يقام لأول مرة بمدينة صيدا ويهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة تعزيز الثقافة الرياضية والروح التنافسية الإيجابية بكل لبنان. وبالختام جرى إطلاق شعار الماراثون. استمرت معاناة فريق هوبس بعد ما خسر بمباراته الثانية على التوالي، وهالمرة على يد مضيفه أشانفيل بنتيجة 80-73 ضمن منافسات المرحلة الثامنة من بطولة لبنان لكرة السلة. هوبس بقي متقدم حتى ربع الثالث قبل ما يتمكن أشانفيل من قلب الأمور لمصلحته والفوز بنهاية اللقاء بفارق 7 نقاط. بدي ذكر أنه شانفيل بيكون حقق فوزه الثالث بهالبطولة من أصل 8 مباريات، في حين تلقى هوبس الخسارة الثامنة لإله إذن بالبطولة. دوليا توج البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب بالعالم لعام 2016 بعد منافسة معتادة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والوافد الجديد الفرنسي أنطواني غريزمان، وذلك بحفل ضخم لجوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم يلي أقيم بمدينة زيوريخ السويسرية بحضور العديد من الشخصيات الرياضية من كافة بلدان العالم وأهل الصحافة العالمية. رونالدو شكر عائلته وحبيبته والمدربين وجميع زملائه بالفريق الملكي والمنتخب البرتغالي، مؤكدا انه عاش افضل عام بحياته على المستوى الرياضي، كما كشف انه كان بيحلم بتحقيق لقب اليورو وحققه، وفي النهايه عبر عن سعادته الكبيره كما شكر الجميع وتاسف لغياب لاعبي برشلونه. بدوره أحرز الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي المكافأة لمسيرته الرائعة بالعام الماضي مع فريقه، وتوج بجائزة أفضل مدرب بالعالم لعام 2016 باستفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تسلم رانييري الجائزة من أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا. وتفوق رانييري على الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد والبرتغالي فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال، حيث قاد رانييري فريق ليستر سيتي لإنجاز تاريخي وتفجير واحدة من أكبر المفاجآت بتاريخ اللعبة، حيث توج معه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى بتاريخه. هذا كان كل شيء بأخبارنا الرياضية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين: قمة لبنانية سعودية في الرياض وخادم الحرمين يؤكد أمام الرئيس عون على عودة السياح العرب إلى لبنان. الرئيس الحريري أمام زواره سنلمس انفتاحا كبيرا في العلاقات مع المملكة، والتزامنا الأكبر هو الوصول إلى قانون جديد للانتخاب. آلة القتل الأسدية تواصل تدمير قرى وادي بردة لليوم 19 على التوالي. وكان في الاقتصاد: عملاق البحث على الإنترنت ياهو لم يعد ياهو. وفي الرياضة: صيدا تطلق العد العكسي لأول ماراثون دولي من نوعه في الجو. شكرا لكم وإلى اللقاء. سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء.